السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء رد على محمد بن الحسن الددو وعلى حسن السقاف في إبطالهما أو محاولتهما إبطال مذهب السلف. يا قوم اتبعوا المرسلين. نبدأ على بركة الله. هؤلاء كثير من تصوراتهم أيضا تنطلق من بعض المناهج التي رسختها بعض الحركات الإسلامية. أنتم بتعرفوا أن السلفيين مركزين على أنه فهم الكتاب والسنة بفهم السلف. فالجماعات الدعوية الإسلامية منها جماعات رسخت بعض الأفكار التي فيها جزافية، وهذه الأفكار نشأ منها هذا الغلو والتطرف، منها مثلا تمجيد السلف تمجيدا مطلقا. بالنسبة للتمجيد المطلق، إذا كان يقصد أن هناك من يمجد السلف تمجيدا مطلقا كما يمجد أتباعه إياه تمجيدا مطلقا، فعند ذلك هذا قد يكون فيه انتقاد. انظروا إلى الشتائم في التعليقات على الفيديوهات التي أرد فيها عليه لتعرفوا معنى التمجيد المطلق. فأما السلف فنحن لا نمجدهم تمجيدا مطلقا، ولكن نقول إن فهم السلف مقدم على فهمك وعلى فهم غيرك وعلى فهم الأشعرية وعلى فهم جميع الفرق أجمعين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم. من هم المؤمنون الأوائل الذين ابتدأوا السبيل؟ هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، فمن تفرق عن سبيلهم فقد شذ عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا قد سلك مسلكا خطيرا. فهؤلاء الذين هم أول المؤمنين فعند ذلك يكون سبيلهم هو الصواب، ومن شذ عنه فهو على غير الحق. هناك أدلة أخرى باطلة مثل الفطرة، فهم السلف شو هون كمان، والاحتجاج بالكتب القديمة. هذا نفس الكلام، يقول لك الاحتجاج بفهم السلف والكتب القديمة هذا احتجاج باطل. هو باطل عنده لأنه خالف السلف، ولأنه هو ما يريد أن يسير وفق منهاج السلف الصالح، فعند ذلك سيقول هذا دليل باطل ولا نتبعهم، ولنا فهمنا ولهم أفهمهم. يقال هذا مذهب السلف، وإذا عرفنا السلف نقولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون هذا هو فهم السلف. الآن هو يريد أن يعرف السلف فيقول السلف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدأ بذكره ليأتي بمغالطة. عندما يقال فهم السلف، فهم السلف ماذا يفهمون؟ عندما أقول لك هذا فهم السلف، فهم السلف لماذا؟ فهم السلف لقوانين الفيزياء؟ لا، فهم السلف يعني للكتاب والسنة. من الذي نسأل عن فهمه للسنة؟ نسأل عن فهم النبي لسنته لكلامه؟ نقول هذا فهم النبي لكلامه؟ لا، إذن نحن نطلق هذا المصطلح ونطلق هذه اللفظة على غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن يفهم كلامه. فالسلف إذن هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، ويدخل في ذلك أتباع الأتباع اللي هي طبقة الشافعي وأحمد، فهؤلاء هم السلف. لكن هو أتى بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ليغالط مغالطة سأذكرها لكم الآن. يقال هذا مذهب السلف، وإذا عرفنا السلف نقولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والمهاجرون والأنصار والتابعون وأتباع التابعين، هؤلاء هم السلف. لكن يكون هذا سفسطة، المذهب نسبته للسلف بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا غير صحيح. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ليبطل كلمة مذهب، ليبطل كلمة هذا مذهب السلف. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن تقول هذا مذهبه، لأن كلام النبي دين، فهم النبي دين، طريقة النبي دين، وليست مذهبا. إنما المذهب هو فهم للكتاب والسنة. المذهب نسبته للسلف بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا غير صحيح، ليس لهم مذهب. هل ينسب المذهب للصحابة؟ نعم، وفي كل الكتب الفقهية والعقدية تجد أنهم يقولون لك ذهب ابن عمر إلى كذا، وذهب ابن عباس إلى كذا، وذهبت عائشة إلى كذا. ذهب مذهب، بل حتى يقولون هذا مذهب ابن عمر، هذا مذهب عمر بن الخطاب، هذا مذهب الخلفاء الراشدين، هذا مذهب عائشة. هذا موجود بكثرة في كتب أهل العلم، لا ينكره إلا جاهل. فالمذهب ينسب للصحابة وينسب للتابعين وينسب لمن بعدهم. المذاهب اختراع ناشئون عن الحاجة، ككل اختراع لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين. أول ما نشأت المذاهب في عهد أتباع التابعين. هو تكلم عن المذاهب التي نشأت في عهد أتباع التابعين، وقصد بها المدارس الفقهية التي هي المذهب الحنفي، المذهب المالكي، الشافعي، الحنبلي. هذه أطلق عليها مذاهب، وما ذهب إليه الشخص يطلق عليه مذهب.
كل شخص له مذهبه، له ما ذهب إليه في مسائل الدين. فلا تأتي وتقول المدارس الفقهية أطلق عليها مذهب، إذن الصحابة لم تكن في زمانهم مدارس فقهية، إذن لا يوجد في زمانهم مذهب. فعلى سبيل المثال كلمة حديث صحيح، هذه متى أطلقت؟ ما أطلقت في زمان الصحابة، لأن الصحابة ما كانوا يستخدمون مصطلح الحديث الصحيح، إنما هذا أطلق لاحقا على زمان التابعين وأتباع التابعين. فهل يجوز لشخص أن يقول لأن كلمة حديث صحيح أطلقت في ذلك الزمان فإن الصحابة لم يكن عندهم حديث صحيح؟ لا، هذه مغالطة. الذي يأتي بمثل هذه المغالطة إما أنه يعلم ويخادع الناس، أو أنه لا يعلم ولا يجوز له أن يتكلم. مذهب السلف إذا أطلق لدى المتكلمين والذين يتكلمون في العقائد يقصدون به مذهب أتباع التابعين، هذا الكلام غير صحيح. فهم عندما يقولون السلف لا يقصدون أتباع التابعين. صحيح أن أتباع التابعين هم أكثر من تكلم في مسائل العقيدة، وهم الذين أوضحوا مذهب السلف في العقيدة، ولكن ليسوا هم المقصودون بكلمة السلف إذا أطلقت في كتب العقائد أو غيرها، لأن أقوال التابعين هي أقوال للسلف، وأقوال الصحابة هي أقوال للسلف، وأقوال أتباع التابعين هي أقوال للسلف أيضا. فالطبقات الثلاثة كلها يطلق عليهم وعلى أقوالهم إنها أقوال للسلف، ويطلق عليهم السلف. ثم إن أتباع التابعين عندما يتفقون على مسألة من المسائل فلا يكون اتفاقهم إلا عن العلم الذي إلا مبنيا هذا الاتفاق على العلم الذي تعلموه من التابعين، وتابعون تعلموه من الصحابة رضي الله عنهم. فالدين كان يتلقى هكذا، فالصحابي يعلم التابعين والتابعون يعلمون أتباع التابعين، ولا يقصدون جميعهم. إذا بدك تقول لي فهم بعض السلف، بل كل عصر فيه اختلاف، في خلاف، ما دام في خلاف إذا ما في إشي اسمه فهم السلف. الآن يحتجان على أن هناك مسائل اختلف فيها السلف رضي الله عنهم، إذن لا يجوز لنا أن نقول هذا فهم السلف لأن السلف اختلفوا. هذه حجة باطلة وفاسدة وفيها تلاعب، لأننا إذا قلنا نعم السلف قد اختلفوا في بعض المسائل، هذا لا يعني أن المسائل التي لم يختلفوا فيها يجوز لك أن تخالفهم فيها، هذا أولا. ثانيا، إذا السلف اختلفوا في مسألة على قولين فلا يجوز لك أن تحدث لنا قولا ثالثا وتقول هذا قولي أنا والسلف اختلفوا فلا ترجعوا إليهم، هذا الثاني. الثالث، السلف ورد عنهم خلاف في بعض المسائل، والخلاف في مسائل العقيدة عند السلف نادر جدا، خاصة من حيث الأصول، فهم لم يختلفوا في الأصول. فمثلا لا تجد واحدا منهم قال إنما أثبته الله لنفسه من الصفات يسمى تجسيما، إذا أثبتناه نكون مجسما، والآخر قال إذا أثبتناه لا نكون مجسما. فمثل هذه المسألة الأصل فيها أن ما ثبت لله سبحانه وتعالى يثبت، هذا أصل لم يختلفوا فيه، لكن لو جئت إلى فرعية من الفرعيات فقد تجد خلافا، وهذا الخلاف له عندنا نوعين. النوع الأول أن يكون خلافا معتبر، فنقول مذهب السلف في هذه المسألة منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا، والمرجح من أقوالهم عندي كذا، والمرجح من أقوالهم عند غيري كذا، انتهى الأمر، ولا نخرج عن قولهم، فنحن التزمنا قول السلف. ولكن عندما اختلفوا خلافا سائغا انتقل الأمر إلى مسألة الترجيح. والنوع الثاني من خلافهم هو الخلاف الشاذ، يعني تجد علماء السلف يقولون مسألة من المسائل وجاء شخص من العلماء أخطأ فيها ولم يتابعه أحد على هذا الخطأ، وعده أهل العلم جميعا خطأ، فخطأ الواحد لا ينقض قول الجماعة، والجماعة لما لم ترضى خطأ هذا الواحد فما عد قوله خلافا أصلا، وإنما هو خلاف شاذ ولا يؤخذ به، فتقول هذا قول السلف باستثناء هذا القول لأنه خطأ أخطأ به واحد. فتجد مثلا أن النصاب الذهبي عند جميع السلف 20 مثقالا، جاء واحد فعلا يوجد واحد من التابعين قال 40 مثقال، فأنت ماذا تقول؟ تقول هناك خلاف بين السلف؟ لا، الواجب أن تقول مذهب السلف أنه 20 مثقالا، وإذا أردت أن تفصل تقول وشذ بعضهم وقال 40. فالقول الشاذ لا يعتبر مذهبا للسلف، والقول القوي الذي قال به جماعة منهم هذا يعد خلافا بين السلف فيؤخذ بواحد من القولين. ولا يجوز لأحد أن يأتي ويهدم لنا دين السلف جميعا ويقول إنهم لا يتبعون ولا ينسب لهم مذهب ولا يقلدون لأنهم اختلفوا، هذا كلام باطل لا يجوز.
أنت تريد فتح باب البدع، وتريد فتح باب مخالفة السلف بهذا الكلام، وتحتج بأنهم اختلفوا. إذا أردنا مثلا أن نسمي السلف الصحابة مثلا، سنجد مذاهب أقوالهم مختلفة في كثير من الأمور لم يتفقوا فيها. الصحابة الكرام وهم أهل الجنة لم يتفقوا في كثير من المسائل. هم السلف أصلا ما اتفقوش حتى تقولي فهم السلف. الذي يريد أن يهدر دين السلف، يعني ما كانوا يدينون به لله سبحانه وتعالى، ويقول لا قيمة له لأنهم اختلفوا في بعض المسائل، فلا تحتجوا علينا بأقوالهم ولا تلزمون أقوالهم، هذا يريد أن يفتح باب الضلالة، يريد أن يفتح الباب للبدع. منها أمور عقدية كالخلاف، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أو لم يره بعيني بصره، هذا خلاف بين الصحابة. الخلاف هل المعوذتان من القرآن، هذا خلاف بين الصحابة. المسألة الأولى، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين بعيني بصره؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، فقول عائشة أنه لم يره، وقول ابن عباس أنه رآه. ولهذا تجد أن أهل السنة الذين يأخذون بمذهب السلف يقولون في هذه المسألة قولان لأهل العلم، ويحاولون الترجيح بين هذين القولين والنظر بالدلائل، فهكذا يعاملون هذه القضية. ولكن مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، هل اختلف فيها الصحابة؟ لا. هل اختلف فيها السلف؟ لا. فلا تأتي وتسوغ لي أن يخالف أحد السلف في هذه المسألة، في مسألة رؤية الله في الآخرة، وتقول ما هم اختلفوا في مسألة أخرى، هذه لم يختلفوا فيها، هذا أولا. ثانيا، هذه المسألة التي اختلفوا فيها لا تنشئ لي قولا ثالثا وتقول ما هم اختلفوا فيها أساسا، لا تخرج عنهم، لا تخرج عن أقوالهم، فبهذا تلزم قول السلف. أما المسألة الثانية التي ذكرها، الخلاف هل المعوذتان من القرآن، هذا خلاف بين الصحابة، هذا مثال على الخلاف الشاذ، ولا يجوز أن تجعله مسألة خلافية فتشكك بكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا خلاف بين الصحابة. ما الذي خالف في هذه المسألة؟ الصحابة كلهم أجمعوا على مصحف عثمان، إلا ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى أن المعوذتين ليستا من القرآن، ثم رجع إلى القول الحق وقال إنهما من القرآن. وقد روينا القرآن الكريم بأسانيد متصلة متواترة إلى ابن مسعود وفيه المعوذتين، فكيف تجعل هذا خلافا؟ كيف تجعل هذه المسألة خلافا بين الصحابة وتسوي بين الخلاف السائغ والخلاف الشاذ؟ الله المستعان. هذا خلاف عقدي. الخلاف السياسي بينهم أيضا قائم، وكذلك الخلاف السلوكي بين أبي ذر وعثمان مثلا وهكذا. لكن الذي ينظر إلى السلف من وجه واحد ويرى أنهم طبعة واحدة وأنهم جميعا متفقون في كل شيء، هذا يقع في غلط فادح. كل المسائل الاجتهادية لا يطلب أصلا أن يتفقوا فيها، ولا يطلب أن يكون كل فرد منهم طبعة نسخة طبق الأصل من الآخر. يأتي الآن بمغالطة تقويل الخصم ما لم يقل، والتي يسميها المنطقيون مغالطة رجل القش، الذين يأمرون باتباع السلف، ما قالوا إن السلف طبقة واحدة وإنهم طبعة واحدة وإنهم لا خلاف بينهم، ولكن قالوا ما ذكرته لكم قبل قليل. الخلاف بين التابعين في المسائل العقدية مثلا، من أمثلته الخلاف في مفهوم الإيمان، هل يدخل فيه العمل أم لا، هذا خلاف بين التابعين. فحماد وأبي سليمان الشيخ وأبي حنيفة ومن أئمة التابعين يرى أن الإيمان هو عمل القلب، وأن الإسلام هو عمل الجوارح، وكذلك عدد من التابعين معه. الآن هو أتى بمسألة دخول العمل في الإيمان وجعلها مسألة خلافية عادية، والسلف لم يكونوا يتعاملون مع هذه المسألة كمسألة كما يقول هكذا وكأنها مسألة خلافية عادية، وإنما كانوا يتعاملون معها بشدة كبيرة. فلما قال حماد بن أبي سليمان هذا الكلام لم يقبله منه أهل العلم، وكانوا يردون عليه، وكانوا يحذرون منه، وكانوا يسمون من قال بهذا القول المرجئة، وكانوا لا يعتبرون هؤلاء المرجئة من أهل السنة، فينقلون قول جماعة أهل السنة على خلاف قول المرجئة هؤلاء، ويحذرون من قولهم ويحذرون من الأخذ بمذهبهم. فلما جاءت المرجئة وقالت قولا خالف قول أهل العلم حذروا منه، فهذا قول شاذ، وهذا قول حذر منه أهل العلم. الخوارج على سبيل المثال، ألم يظهروا في عهد الصحابة؟ ألم يكن هناك ممن هو لقي الصحابة ممن تسمونه تابعين من الخوارج؟ فهل تعتبر أقوال الخوارج التي شذوا فيها عن أهل السنة قولا معتبرا ومسألة خلافية؟ هل تعتبر قول الروافض والشيعة الذين ظهروا في زمان السلف قولا معتبرا ومسألة خلافية؟ فكذلك قول المرجئة ليس قولا معتبرا، وكان السلف يحذرون منه أشد التحذير. فلو أخذنا بهذه الطريقة وجعلنا قول أي فرقة كانت في زمان السلف قولا معتبرا، لجعلنا أقوال كل هذه الفرق أقوال معتبرة، وهذا لا يقول به أحد،
ولهذا نحن عندما نقول السلف نقول السلف الصالح وليس الذين عاشوا في زمان السلف وتلبسوا ببدع، فتأتي وتحتج علينا بأقوال أهل البدع لتبطل الاحتجاج بأقوال السلف. هذا كلام وهذا فعل لا يجوز. يا قوم اتبعوا المرسلين. أتباع التابعين اختلفوا كذلك حتى في المسألة اللفظية المشهورة، هل تكلمنا بالقرآن من صفاتنا وصفاتنا مخلوقة، هل يجوز إطلاق هذا أو لا يجوز؟ وهذه المسألة التي استمر الخلاف فيها حتى أيام البخاري رحمه الله، وحصل الخلاف فيها بينه وبين شيخه محمد بن يحيى بن خالد الذهلي. البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق، وأحمد قال اللي بقول لفظي بالقرآن مخلوق كافر جهمي. هذا خلاف بين السلف أهل الحديث في مسائل عقدية، وهذا كلام باطل. أولا، البخاري رضي الله عنه لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، ما قال هذه الكلمة، هناك من افترى عليه وزعم أنه قالها، لكن هو ما قالها، هو قال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة، وإنما كان السلف يحذرون من قولة لفظي بالقرآن مخلوق، لأن القائلين بخلق القرآن كانوا يقولون هذه العبارة ليوهم السامع أنهم لا يقولون بخلق القرآن، ولكن هم يقصدون أن القرآن الذي تلفظت به مخلوق. أما عبارة البخاري القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعالنا مخلوقة، فهذا قد صرح بأن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، ونسب الخلق إلى أفعالنا. ولما صار الخلاف بينه وبين الذهلي، الذهلي قد نقل إليه كلام غير صحيح فظن صحته واعترض على البخاري. فلا تقل إن هذا خلاف بين السلف. ولو أردنا أن نتنزل لكم في الحوار ونقول قبلنا منكم أن تقولوا إن السلف اختلفوا في لفظة لفظي بالقرآن مخلوق، هل هي قول بخلق القرآن وبالتالي هي كفر أم ليس قولا بخلق القرآن؟ لو تنزلنا لكم وقلنا إن السلف اختلفوا فيها، لكنهم أجمعوا على الأصل الذي هو أن القائلين بخلق القرآن كفرا، فما يجوز لك أن تأتي بخلاف أنت افترضته على عبارة في مدلولها على أصل لتنقض بذلك الأصول التي أجمعوا عليها والتي يرجع إليهم فيها. هذا كله من الباطل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك للحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى كل ذي جهل يحدث نفسه بأني مصيب في المقال مجيد، وقد خاض فيما ليس يفهم ويحه، فبالجهل محضا يبتدي ويعيد.